بالتزامن بقى مع حملة التزوير في الانتخابات، في حملة موازية، حملة اعتقالات مسعورة بيشنها ابن السيسي ضد كل الناس اللي رفض حكمه. في بلبيس في الشرقية كشفت منصة نحن نسجل الحقوقية عن اعتقال قوات الأمن الوطني للطالبة بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر استشهاد كمال من منزلها ثم اقتيادها إلى جهة غير معلومة. دي صورة استشهاد الطالبة في جامعة الأزهر اللي تم اعتقالها مؤخرا. جهاز الأمن الوطني في الشرقية ما اكتفاش باعتقال استشهاد، طلع كمان على فقوس وعلى هيهية وطلع اتكلم واعتقل هناك 5 مواطنين تاني، من بينهم كانت أسماء السيد عبد الرؤوف. والعجيب في الموضوع إن من بين المعتقلين ناس ما عداش على الإفراج عنهم من الاعتقال السابق سوى 3 أشهر فقط. دي صور للمعتقلين والمعتقلات اللي تم اعتقالهم من جهاز الأمن الوطني في الشرقية واللي سبق لهم اعتقالهم من جانب الأمن قبل كده. موجة الاعتقالات الجديدة جاية وكأنها رد على التكهنات والأخبار اللي طول الأيام الأخيرة بتتكلم عن اتجاه لدى نظام السيسي إنه يحسن الملف بتاعه في مجال حقوق الإنسان بعد ما ترامب الداعم الأكبر للسيسي وديكتاتوره المفضل خسر الانتخابات. آدي المشهد اللي بيتكلم عن طبيعة هذا الأمر، وادي القدس العربي بتنشر وبتقول المصريون ينتظرون من بايدن المدد، السلطة تطالبه بأن يكفيها شره والمعارضة تبحث عن طوق نجاة. قالت القدس العربي وهي تنتظر المدد من واشنطن، تبدو بعض قوى المعارضة المصرية في قمة بؤسها إذ تراهن على بايدن في حلحلة الملفات كلها داخليا وإقليميا، فيما تصريحات سابقة لي بتكشف عن أنه لن يكون أرحم بالعرب من أسلافه الذين توافدوا على سكن البيت الأبيض ولم يقدموا للحالمين بالتغيير أو الباحثين عن الحق الفلسطيني سوى الوهم. فالساكن الجديد في البيت الأبيض هو من رأى في إسرائيل دولة لو لم تكن موجودة لاخترعناها. وعلى الرغم من أن الأيام كشفت عن أن الرهان على الإدارة الأمريكية دائما لا يسفر سوى عن الخذلان، إلا أن فصائل المعارضة عادت لسيرتها الأولى قبل رحيل مبارك حينما كان بعض معارضي السلطة يبحثون عن دعم ولم يستوعبوا بعد كل تلك الأعوام أن الإدارة الأمريكية تجيد التلون كالحرباء. وهي دي الحقيقة المؤسفة اللي لسه للأسف ناس كتير مش قادرة تفهمها. كل الناس دلوقتي أو بعض الناس بتتكلم على أنه بايدن اللي جاي هيخلي الدنيا ملبن ولوز، وأنه بايدن هينقض على عبد الفتاح السيسي وهيسقطه من على عرشه في الاتحادية. والكلام ده مش صحيح، لأنه لا بايدن ولا ترامب ولا بوش ولا أوباما ولا أي حد في الإدارة الأمريكية يعني ما يجري في مصر سوى أن مصالح الإدارة نفسها تبقى قائمة. جه الإخوان، جه العسكر، جه الليبراليين، جه العلمانيين، جه الاشتراكيين الثوريين، ما يفرقش معاهم. الأمريكان بيلعبوا بمبدأ Let's play with the winner، اللي هيكسب ويفوز هو اللي هنلعب معاه، طالما مصالحي شغالة هبقى معاك. بدليل أن بايدن نفسه كان من أشد المعارضين لتنحي مبارك وكان نائب لأوباما في الوقت ده، وكان من أشد الداعمين للإطاحة بمرسي وكان تحت برضه نائب لأوباما في الوقت ده. وبالتالي أقصى ما يمكن فعله هو بعض الضغوط على النظام في ملفات حقوقية فقط لا أكثر من ذلك. الحالم بأن هتيجي أمريكا تشلك الرجل اللي مضايقك يحلم ويشد اللحاف، لأن ده مش هيحصل. عندك مشكلة في أوضاعك القانونية، عندك مشكلة في أوضاعك الاقتصادية، عندك ظلم وقهر في بلدك، قوم بنفسك غير، بس محدش هيجي يسئلك الحرية بالمعلقة. ده بيجي كمان في أعقاب تهديدات سابقة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من أنه لن يتسامح مع نظام السيسي زي ما قلنا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مسبوق. آدي الكلام اللي اتنشر واتقال عن طبيعة ما يجري وأنه بايدن بيهدد السيسي ويصفه بالديكتاتور المفضل لترامب. لكن يا ترى بايدن هيعمل إيه؟ ما ظنش هيعمل كتير. جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، وده أيام ما كان لسه مرشح، وجه رسالة تهديد للسيسي أعلن فيها رفضه للاعتقال وتعذيب الناشطين أو التعرض لعائلتهم، في الوقت اللي وزارة الداخلية مشغولة فيه باعتقال المعارضين. بتيجي ناس تتكلم عن أنه جو بايدن هو هيجي ويحل لنا مشاكلنا، ده زي ما قلنا مش هيحصل، لأنه في الآخر الحرية لا تمنح، الحرية تنتزع نزعاً.